أهلا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح لمنة عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. تفضلي منة. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، خلينا نتعرف على آخر مستجدات أحوال الطقس من دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، كنا فاكرين إن النهاردة الجو هيبقى أبرد من كده، لقينا الجو معقول ولطيف لغاية دلوقتي. هو احنا اليوم بدأنا بالفعل انخفاض في درجات الحرارة، يمكن احنا بنتأثر في طبقات الجو العليا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب وشرق أوروبا هتعمل على بداية انخفاض درجات الحرارة. يمكن اليوم درجات الحرارة تنخفض عن الأمس بحوالي 3 درجات. احنا اليوم متوقعين العظمى على القاهرة 19 درجة مئوية، يعني وصلنا للطقس خلال فترة النهار ان هو معتدل، لسه الطقس هيبقى بارد بكرة وبعد ان شاء الله. الطقس معتدل خلال فترة النهار، لكن خلال فترات الليل الطقس هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، لأن في انخفاض كمان في درجات الحرارة خلال فترة الليل، يعني الصغرى هتكون ما بين 9 و10 درجات، خاصة إن اليوم كمان في نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، سرعات الرياح ما بين 40 و50 كيلومتر في الساعة، ونشاط الرياح ده هيبقى مع تقدم ساعات النهار بإذن الله، ده هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. يخلينا نحس بقيم درجات حراره كمان اقل من اللي احنا بنذكرها، بالاضافه الى ان هو يكون مثير لبعض الرمال والاتربه على المناطق المكشوفه وخاصه في المناطق اللي موجوده في شمال وجنوب الصعيد. ايضا اليوم مع وجود المنخفض الجوي في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، اي صاحبها فرص لسقوط الامطار. كميات الامطار هتكون خفيفه المتوسطه على كل محافظات السواحل الشماليه وايضا شمال الوجه البحري. ايضا الامطار قد تمتد لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى خلال ساعات المساء، لكن امطار القاهره الكبرى هتكون امطار خفيفه باذن الله ومش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. الاجواء دي هتستمر معانا ان شاء الله غدا الجمعه كمان، بالاضافه الى اضطراب حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيتجاوز 3 متر على البحر المتوسط وغير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. خلينا نقول ان انخفاض درجات الحراره غدا العظمى متوقع تكون 17 درجه على القاهره الكبرى مع استمرار طبعا نشاط الرياح. هتكون العظمى 17 درجه، لكن هيكون الجو مشمس ولا هتكون في غيوم؟ بالنسبه للسواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري طبعا هيبقى فيه غيوم، لان كميات الامطار هتبقى عليها اكتر لان امطارها خفيفه المتوسطه. القاهره الكبرى ومحافظات الموجوده في الداخل هتبقى طبعا في وقت للتاني غيوم واشعه شمس وسطوع لاشعه الشمس، لان طبعا كميات الامطار هتبقى عليها اقل، وطبعا كمان كميات الامطار بتبقى بنهايه اليوم مش في بدايه اليوم على القاهره الكبرى خلال ساعات المساء، فبالفعل هيبقى في سطوع لاشعه الشمس على القاهره الكبرى. الناس تلحق تستمتع وهي نازله صلاه الجمعه، تلحق تاخد شويه شمس كويسين بكره ان شاء الله. طيب دكتوره، على مدار يومين شفنا في القاهره تراب شديد، وكنا بننصح الناس اللي ممكن يكون عندها مشاكل في التنفس انها تبقى موجوده في البيت. يمكن الموجه دي وصلت للصعيد امبارح وكان في اتربه عالقه في الجو، هل دلوقتي ممكن نتوقع ان تكون لسه الاتربه مستمره معانا او موجوده في مكان تاني؟ هو اليوم هيبقى في نشاط للرياح، ممكن يبقى معاه بعض الاتربه والرمال المصيره خاصه في المدن الجديده الاماكن الصحراويه، ده ممكن يبقى فيها نشاط للرياح مثير لبعض الرمال والاتربه، كمان ممكن ياثر اكتر على الاماكن المكشوفه، ممكن المحافظات كمان اللي موجوده في شمال الصعيد وجنوب الصعيد هيتاثر عليها اليوم باتربه ورمال مصاره. فدايما النصايح المهمه في الوقت ده هو طبعا ارتداء يعني استدعى اصحاب الجيوب الانفيه او امراض الجيوب الانفيه الحساسيه الصدريه، دايما وانا نازل من البيت ارتدي الكمامات والنظارات الشمسيه، بالاضافه الى طبعا استمرار ارتداء ملابس شتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. استدعى طبعا المواطنين واستدعى طبعا الصيادين تجنب نزول البحر المتوسط خلال فتره الاضطراب الملاحه البحريه، والمتابعه الجيده للنشرات الجويه لان الفتره دي فتره تقلبات جويه حاده وسريعه. ربنا يسلم ويحفظ الجميع. دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.